بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الأحاديث المباركة من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبي يصوم إذا طاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصبي الذي دون البلوغ هذا ليس عليه صيام واجب، ولكن يعوده أهله على الصيام ويكون له نافلة، ولهم في ذلك أجر على حسن تربيته وتعويده على الصيام إذا كان يطيق ذلك. إن كان مميزا فما فوق فإنه يؤمر بالصيام، ويكون له تطوعا وتدربا على العبادة. وإذا زال صباه بأن بلغ أثناء النهار، بأن احتلم أثناء النهار، فإنه يمسك بقية اليوم، يمسك بقية اليوم ويقضيه بعد رمضان، يقضي هذا اليوم لأنه لم يصمه كاملا. نعم. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. أخرجه. نعم. هذا الحديث في صوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق الله فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل على انتصار الحق وقمع الباطل. وهكذا الانتصارات في الإسلام لا يحدث لها أعياد فرح وما أشبه ذلك، وإنما تقابل بالشكر لله عز وجل. وصوم يوم عاشوراء كان مفروضا في أول الأمر، كان مفروضا في أول الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وهذا كان في أول الأمر فرضا، ثم نسخ ذلك الفرض بصيام شهر رمضان المبارك، وبقي صوم يوم عاشوراء سنة مؤكدة اقتداء بموسى عليه السلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يكفر السنة الماضية كما في الحديث، فيه فضل عظيم. نعم. من الأحاديث عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قال: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا. رواه أبو داود. نعم. هذا كما سبق الحديث الذي قبله أنه كان
صلى الله عليه وسلم يأمر بالصيام يوم عاشوراء، كان فرضا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، ثم لما فرض صيام شهر رمضان نسخت فرضية صيام يوم عاشوراء وبقي صومه سنة في هذه الأمة. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا لم يعلم بالصيام إلا أثناء النهار أو لم يزل عذره إلا أثناء النهار كان مفطرا لعذر، ثم لا زال عذره أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم احتراما للوقت ويقضي هذا اليوم الذي لم يصمه كاملا، هذا في الفرض. نعم. إذن الشيخ صالح، يعني عاشوراء ما كان واجب في السابق؟ ذكرنا هذا، قلنا إنه كان مفروضا في الأول. نعم. ثم لما فرض صيام رمضان بقي سنة ونسخ الفرض يوم في يوم عاشوراء. نعم. الطفل الشيخ متى نعوده على الصيام؟ وهذا الحديث أيضا فيه أن الصبيان يؤمرون بالصيام لأنهم كانوا يصومون صبيانهم، فإذا طلبوا الطعام شغلوهم بالألعاب بالعهن وهو الصوف يلعبون به لأجل أن ينشغلوا عن تذكر الأكل والشرب، فهذا فيه تربية الأطفال إذا كانوا يطيقون الصيام على الصيام ويكون لهم نافلة، كما أنهم يؤمرون بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فهم يؤمرون بالصلاة والصيام ليتدربوا على ذلك ولهم في ذلك الأجر، يكون نافلة في حقهم. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بشرح هذه الأحاديث المباركة من أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. شكرا لزميلي أيضا مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.